يتم النظر للرئيس محمد مرسي على أنه حالة خاصة كونه رئيس جمهورية منتخب، أم نتعامل هنا مع حالة إنسانية؟ أعتقد أن الدليل الذي لدينا أن هناك مشاكل جدية تتعلق بالسجون في مصر، وأعتقد أن السيد مرسي هو حالة خاصة، بالإضافة إلى أنه يبدو أن هنالك حالات أخرى بنفس الوضع. هل تعتقد أن ما يحدث مع الرئيس محمد مرسي من الممكن أن يسمى أنه تعذيب ممنهج أو أنه قتل بالبطيء؟ أعتقد بأنه من الصواب أن نقول بأنه هو في حبس انعزال معزول، وفي هذه الشروط هي اختراق للقانون الدولي، وأن هذه قد تصل إلى حد نعم التعذيب، ولكن أعتقد أن الشيء الأهم أيضا يتعلق بمشاكله الصحية، وهذين مع بعضهما قد يؤديان إلى الوفاة، ويجب التحكم بها. قد يكون لديه مشاكل قد يسبب هذا في القلب، ونحن نعرف أن لديه مشكلة في الكبد وتحتاج إلى عناية خاصة. لذا الجواب على سؤالك ربما يؤدي هذا إلى الوفاة. يعني طبيا وإنسانيا وسياسيا من يتحمل المسؤولية عن حياة الرئيس المدني الأول المنتخب من قبل الشعب المصري الدكتور محمد مرسي؟ نحن لدينا وضعنا تقريرنا بأن سجين لديه هذا المستوى مثل الدكتور مرسي على الأغلب سيكون هناك اهتمام أكبر به، وفي النهاية الرئيس الحالي هو المسؤول عن الظروف الصحية والظروف الخاصة باحتجاز الدكتور مرسي. يعني